بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن تحديدا تحت قرية آل ملوح، ذاهبين إلى شلال قرية آل ملوح. هذا اليوم هو يوم الخميس الخامس من شهر شوال عام 1438 هجرية. لا زالت المياه والله الحمد تسيل من الأمطار الماضية، في امال بير ما شاء الله. طحلب الله المستعان. ازهار الشيعة ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله رائحة الحبق تملأ المكان.
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، هذا علو الشلال. ما شاء الله ما شاء الله، يا الله لك الحمد يا رب. الله أكبر، هذا هبيب الطلح متناثر، سميه الهبيب اللي يسمى البلة في نجد وبعض المواقع، بلة الطلح اللي هي أزهار الطلح. ما شاء الله، وصلنا إلى الشلال الرئيسي في علو الوادي. هذه رقات الضفادع منتشرة بكثرة،
شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله نهاية الحين ضعيفة. اي صح الحين ضعيف، كان اقوى من كذا. تخيل في قوة الامطار بعد ما ركض السيل يكون اجمل من كذا. وهذا ابو محمد في علو الشلال. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.